خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي المعروف. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك استاذ يوسف، اهلا بالساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ اهلا بيك دكتور محمد. يمكن احنا النهارده شفنا يعني جوله الرئيس في المنطقه الحره العامه بمدينه نصر والمشروعات والاستثمارات وما الى ذلك، والرئيس اتكلم عن الاستثمار ومعوقات الاستثمار وانه الدوله جاده في ازاله هذه المعوقات. ويمكن في كلمته اللي كنا لسه بنسمعها دلوقتي قال ونحن احنا بنتصور انه خلال شهر او اتنين بالكتير تزول كل هذه المعوقات. من وجهة نظرك كخبير اقتصادي، اهم معوق او اهم مجموعة معوقات امام الاستثمار في مصر ايه؟ ورؤيتك لكيفية وضع حلول من قبل الدولة لهذه المعوقات. طبعا هو بداية كده احنا عندنا يعني مشكلة ضخمة للغاية، هي الاطر والتنظيمات اللي بتضع عليك الاستثمار نفسها. حلو. وده بيبدا بقى من اول لما المستثمر ياخد رخصه الشغل بتاعه لغايه لما يجي يدفع الضريبه. يعني مثلا كان في بيصدر تقرير عن البنك الدولي اسمه دوينج بزنس او سهوله ممارسه الاعمال، وده كان تقرير شهير جدا لغايه لما اتلغى في 2020. يعني كان بيقول مثلا ان عدد الساعات اللي بيحتاجها الاعمال عشان تدفع الضريبه بتاعتها، يعني لو حضرتك عندك مستثمر عاوز يدفع الضريبه بتاعته بيتكلف 367 ساعه عمل، بينما في الامارات 12 ساعه عمل مثلا، بينما مثلا في تونس مثلا 100 ساعه عمل. فده معناه انه الراجل لو عاوز يدفع الضريبه بتاعته ممكن يتهرب منها، وعاوز يدفع انت بتمنعه ان هو يدفع، ولما يجي يدفع انت بتعطل له الموظف بتاعه 367 ساعه، وده طبعا رقم كبير جدا بيمنع المستثمر ان هو يشتغل. ده بالاضافه بقى ايه؟ لانه اساسا علشان يمارس النشاط عنده كميه لا نهائيه من التراخيص بيشتغلها. يعني كان في دراسه كده عملناها يعني بشكل مبسط، لقينا ان تكلفه افتتاح العمل في الشركات الصغيره المتوسطه حوالي 46000 جنيه وفي شهر كامل عشان تاخد الرخصه، رخصه بدء العمل. فطبعا ده تكلفه يعني كبيره جدا مبالغ فيها للغايه علشان نبدا الاعمال. الدوله دلوقتي شايفه انه ده غلط كبير، وشايفه ان ده لازم يتصلح، وشايفه انه الاقتصاد المصري مش هينهض ولا يتحرك الا اذا كان عنده قاطره، بالاضافه لقواطره الموجوده دلوقتي قاطره كمان تساعد بشكل كبير جدا، اللي هي قاطره الصناعه، وبالذات بقى الاعمال يعني الاعمال الصغيره المتوسطه، الشركات الصغيره المتوسطه ومعاها الاستثمار الاجنبي المباشر في الصناعه، كثيفه الاعمال. وده حضرتك هتلاقي اتجاه واضح تماما، هتلاقي حضرتك ان احنا عندنا دلوقتي اساسا الاقتصاد العالمي بيساعد مصر ان هي تعمل كده. احنا عندنا تحولات في الاقتصاد العالمي بسبب ازمه كورونا، وبسبب الحرب التجاريه الامريكيه الصينيه اللي هتتجدد الفتره الجايه، وبسبب كمان الازمه الروسيه الاوكرانيه، هتخلي العالم يميل الى انه دلوقتي العدد كبير جدا من صناعاته التقليديه زي صناعات الحديد والصلب والالمنيوم والجبس والبويات والحدايد والكلام ده كله الى الدول الناميه القريبه من اماكن الاستهلاك زي مثلا مصر، مثلا الاماكن الاستهلاك اللي زي اوروبا. مناطق الجوار بتاعتها عندها فرصه رائعه لهذه الاستثمارات. المهم ان احنا نكون جاهزين عشان نستقبلها، والجهوزيه دي تبدا اولا بدايه كده من ان احنا يبقى عندنا نظم متشرعات كويسه تقدر تستقبل الناس دي. بس كده لا، عندنا كمان لا كمل يا دكتور. عندنا كمان عوائق ثانيه بقى، دي عوائق التنظيميه. طب عندنا عوائق ثانيه لوجستيه، زي مثلا ان احنا ما عندناش عروض صناعيه مرافقه كفايه. يعني لغايه سنه 2021 كان عندنا طلبات على 2 مليون متر مربع مرفق صناعي، وده الهيئه العامه للتنميه الصناعيه ما كانتش عارفه توفيه. الهيئه العامه للتنميه الصناعيه حلت جزء من المشكله، لكن ما زالت المشكله قائمه. ما عندناش عرض كفايه، يعني الناس عاوزه تعمل مصنع، عاوزه تدفع فلوس تعمل مصنعها، مش عارف ياخد حته ارض مرفقه. وده طبعا الدوله شغاله فيه بايدها وسنها زي ما حضرتك عارف، يعني وحضرتك متابع زي ما شغاله فيه الاستثمار العقاري، زي شغاله برضه الاستثمار بتاع الترفيق الصناعي وهكذا. هتلاقي حضرتك مثلا كان عندنا مشكله قبل كده في مشكله الكهرباء والميه بتاعت المرافق الصناعيه، المشكلتين اتحلوا. عندنا مشاكل وعوائق هيكليه لازم تتحل عشان نقدر نستثمر. الفرصه اللي موجوده دلوقتي، الناس جايه دلوقتي تقول لك والنبي خد فلوس وشغلني، لازم نكون قد ان احنا نستقبلهم، علشان كده الدوله واقعه وبتتحرك في هذا الاتجاه دلوقتي. طيب حلو جدا. في اطار ان انا بخلق مناخ استثماري اكثر جاذبيه ويبقى يعني عمليا في اقل قدر ممكن من العوائق، في النهايه زي ما حضرتك قلت ويمكن الكل يتفق في ذلك، الصناعه هي قاطره. عشان احل ايضا ازمات الصناعه واقدر انهض بالصناعه بتاعتي، انا محتاج ان انا احل ازمات كتير جدا متعلقه على سبيل المثال بالحصول على بعض المواد الاوليه او المواد نصف تصنيع او الخام الى اخره، وكمان في مساله التصدير. هل بتعتقد انه
لامتصاص الأزمات العالمية اللي حصل بسبب الحرب وبسبب كورونا سابقا وما إلى ذلك. هل التكتلات الاقتصادية اللي بدأت تنشأ من التسعينيات وما تلاها زي شنغهاي على سبيل المثال وبريكس على سبيل مثال آخر ممكن تخلق توازنات اقتصادية جديدة أو تعمل إعادة بناء للتوازنات الاقتصادية في العالم؟ يعني طول عمر التكتلات الاقتصادية هي وسيلة أساسا للدفاع ضد العولمة ويعني احتداد أو يعني اشتداد المنافسة مع الدول الكبرى. الدول الكبرى زي مثلا الولايات المتحده الامريكيه، الصين، الاتحاد الاوروبي او دول الاتحاد الاوروبي الاساسيه يعني عندهم قدره اكبر على المنافسه. انا اقلل الفجوه معاهم في المنافسه ازاي؟ بحاجتين، اول حاجه اعزز مقوماتي واتكامل مع ناس ثانيين عندهم مقومات غيري بحيث ان احنا كلنا نشكل تحالف يعني يقدر يواجه الضغوط اللي حاصله دي. مصر عندها عدد كبير جدا من التكتلات، بدايه مثلا من التكتل بتاع الغدير، بتاع الاتحاد الافريقي، التكتل بتاع جامعه الدول العربيه، التكتلات الجديده اللي متوقع مصر تدخل فيها زي اللي حضرتك قلتهم بريكس وشنغهاي وغيرها. مصر عندها كمان التجاره حره مع عدد كبير جدا من الدول بيعزز لها مكانتها في ان هي تصدر بشكل ارخص وتستقبل مدخلات انتاج او مواد مصنعه ونصف مصنعه بشكل ارخص. ده بيعزز قدره مصر على المنافسه. المهم ان احنا دلوقتي نخلي الناس اصلا تيجي تدخل عندنا. يعني انا عندي قدرات كبيره جدا. بص حضرتك، انا عندي احسن ملعب، احسن استاد في الدنيا، وعندي متفرجين وعندي حكم. المهم ادخل الفريقين يلعبوا. يعني انا دلوقتي عاوز ادخل الناس بفلوس تشتغل، لانه الفلوس اللي داخله دي مش بس بتعمل صناعه، دي بتشغل ناس طبعا. وانا بتدخل لي استثمارات، بتدخل لي دولارات تحل الازمه اللي انا موجود فيها دلوقتي. انا ضغوطنا كلها يا استاذ يوسف نابعه من ان احنا عندنا دولارات قليله. فاذا اذا اذا احنا عندنا دولارات اكتر الموضوع يتحل. الدولارات بتيجي من خمس اماكن، واحد منهم الاستثمار الاجنبي المباشر. الاستثمار الاجنبي المباشر بيجيب لنا حوالي 7 ل 8 مليار دولار في السنه. احنا ممكن نعدي الرقم ده بكتير جدا لو اطلقنا الامكانيات بتاعتنا واستخدمناها على الوجه الاكمل. الفكره كلها ان احنا عندنا دلوقتي واحد عاوز يجري مربوط بكره حديد في الارض موقفاه. لازم نحرر رجله من الكره الحديد دي عشان يقدر ينطلق، عشان يقدر ينمو، علشان نخرج من الازمات اللي احنا موجودين فيها، والازمات الدوريه بتاعت الاقتصاد العالمي ما عادش تاثر فينا ويبقى عندنا شبكه امان بالضبط. طيب هل مساله برضو يعني بما ان حضرتك ذكرت مساله الازمات الدولاريه وما الى ذلك، هل هذه التكتلات الاقتصاديه وخصوصا التكتلات القائمه او اللي بتطرح بقوه الافكار بتاعه التبادل التجاري ما بين البلدان يتم بالعملات الوطنيه من كل دوله الى اخرى، هل ده من الممكن انه يساهم في حلحله الوضع؟ طبعا. يعني مثلا عاوز اقول لحضرتك انه دلوقتي انا اللي بيحدد ثمن النقود ايه؟ ثمن الدولار ايه؟ الطلب، العرض والطلب عليه طبعا. تخيل حضرتك دلوقتي لو الطلب، انا دلوقتي بدل ما كنت هشتري من روسيا مثلا نفط بالدولار هشتريه بالجنيه او هشتريه بالروبل، هشتري من الصين مثلا سلع مثلا راس ماليه زي مثلا ادوات للتصنيع او ملابس او اي حاجه، بدل ما اشتريها بالدولار هشتريها بالرنديني او باليوان. وهكذا. ده يقلل الضغط بشكل كبير جدا على الدولار، بالتالي الضغط لما يقل على الدولار يبقى في توافر لكميات كبيره منه، التوافر دوت يخلي ثمنه فورا يقل لانه الطلب عليه اقل. وده يحل عندي مشكله ضخمه للغايه، انه يقلل الضغوط اللي على الدوله ويقلل الضغوط كمان اللي على المجتمع، ويخلي التضخم يبقى مش مرتبط بسعر الصرف. يعني الضربه لما بتحصل في العالم بتحصل عندهم على 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 على, 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 على القوى الشرائيه. انا بتحصل عندي مرتين، سعر الصرف بيرتفع بيضغط على القوى الشرائيه، والتضخم بيرتفع لان بشتري عدد كبير جدا من السلع بتاعتي بالدولار، فانا باخد ضربتين بدل ضربه واحده. صحيح. فالقوى الشرائيه بتنخفض والتضخم بيرتفع مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع انخفاض القوى الشرائيه بشكل كبير، قصدي مع انخفاض سعر الصرف بشكل كبير، علشان انا كده بشتري جزء كبير جدا من احتياجاتي بالذات في الطاقه والجزء بالدولار. كل ما قل الالتجاء للدولار كل ما الازمه تتراخى وكل ما الدنيا عندي خطه في الضغوط عليا. لكن ده كمان خد بالك له عوائق، انه كمان يعني الولايات المتحده الامريكيه يعني مش هتسمح بسهوله ان العمليات التبادل التجاري يعني تحدث في العالم كده بسهوله، لانه ده هيفقد الدولار بتاعها الهيمنه على الاقتصاد العالمي، وده مش هيحصل بسهوله. احنا قدامنا مثلا من 40 ل 50 سنه عشان نشوف الوضع ده. خلال 40 ل 50 سنه هيبقى في شد وجذب ما بين القوى العالميه وما بين القوى الصاعده اللي زينا كده والقوى العالميه الكبيره، وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. ومع تراخي الازمه ان شاء الله احنا متوقعين يعني مع نهايه 12 كده نبدا نشوف تراخي الازمه رغم التشديد اللي حصل دلوقتي،
مع تراخي الازمه نبدا نشعر بشويه تحسن، ونبدا الدنيا تتحسن عندنا، ونبدا بقى ايه نفوق لعلاج المشاكل الهيكليه اللي في الاقتصاد عشان ننهض ان شاء الله ونعدي. يا مسهل الحال، اشكرك جدا يا دكتور محمد، كل الشكر لدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي. كلام الدكتور محمد الحقيقه بالنسبه لي خليني قعدت فكرت في حجم مثلا التبادل ما بيننا وما بين روسيا. احنا بنستورد من روسيا لو انا متذكر يعني ب3.3 مليار دولار، وبنستورد من الصين تقريبا بحوالي 18.2 مليار دولار. تخيل لو بقينا من هنا بناخد باليوان ومن هنا روبل، يعني اوفر تقريبا 21.5 مليار في السنة. دول تقريبا 35% من حجم الواردات بتاعتي، يعني اقلل الطلب على الدولار بنسبة 35%. يا ترى يعملوا ايه دول؟ هتقلل الطلب يبقى السعر يقل. يا بركة دعاء الوالدين.